المستشار النمساوي يؤكد استمرار التحالف الحكومي مع الشريك الأخضر. عمدة فيينا يمنح 200 يورو لكل مستأجر شقة من البلدية ومتلقي السوسيال. لجنة وزارية تطالب بوضع خطة عمل وطنية ضد العنصرية. مدينة فيينا تضع قوانين صارمة على استخدام السكوتر الإلكتروني. الشرطة المالية ترصد مخالفات قانونية وصحية في عدد من مخابز العاصمة. زيادة في رسوم الهواتف المحمولة والإنترنت بنسبة 11% خلال شهر. وافتتاح باريستا كاتسك أول مقهى اجتماعي للقطط في فيينا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. قال المستشار نيهاما بأن تحالفه الحكومي مع حزب الخضر مستمر حتى نهاية الفترة التشريعية العام المقبل. وعلق نيهاما بأن موقف حزب الخضر ليس مفاجئا لأنهم ليسوا متحمسين لقطع المساعدات الاجتماعية على الأجانب. وأضاف أجرية محادثة طويلة مع فينر كوغلا رئيس حزب الخضر مؤكدا أنه يجد بينهم أهدافا مشتركة مثل تخصيص إعانات الإسكان والاعتراف الأسهل بالتدريب في قطاع الرعاية والرقمنة والكفاءة الإعلامية في التعليم وامتحان الماجستير المجاني والتوسع في رعاية الأطفال. أعلن عمدة فيينا لودفيغ عن مساعدات جديدة وذلك للتخفيف من ارتفاع أسعار إيجارات الشقق خاصة للمساكن البلدية. وقال لودفيغ في مؤتمر حزبي أن ارتفاع الأسعار ترك بصماته على سوق الإسكان منتقدا النهج المتردد للحكومة بشأن سقف الإيجار. ووضع العمدة برنامج من 5 نقاط بحيث يستفيد ما يصل إلى 650 ألف أسرة بمنحة إجمالية 200 يورو إضافة لخصم نصف الإيجار الشهري لمساكن البلدية والتقسيط للمتعثرين مؤكدا استفادة أصحاب الدخل المحدود ومتلقي المساعدات الاجتماعية أيضا. Auf dem Jahresbruttoeinkommen des vergangenen Jahres, da würde ich vorschlagen, Einkommensgrenzen 40.000 Euro für Einpersonenhaushalte, 100.000 Euro bei Mehrpersonenhaushalte und Wohnsitz, Hauptwohnsitz. Und von daher denke ich, wäre das eine Maßnahme, allen Menschen unabhängig von ihrem Wohnverhältnis zu helfen, wenn sie es wirtschaftlich benötigen. Da gibt es dann keine einseitige Bevorzugung einer Personengruppe, sondern alle, die es brauchen. طالب أعضاء لجنة لا للخطاب الكراهية النمساوية والتي تشارك فيها عدة وزارات بوضع خطة عمل وطنية ضد العنصرية. وانتقد بيان للجنة التصريحات العنصرية التي أدلى بها السياسي فالد هويزل في ولاية النمسا السفلى. وأشار البيان إلى أن وضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز هو جزء من برنامج الحكومة الحالي. وحذر من أن التمييز لا يؤثر فقط على اللاجئين والمهاجرين بل على المجتمع ككل، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إجراء سريعا. سيتم تطبيق قواعد جديدة لاستخدام السكوتر الإلكتروني في فيينا اعتبارا من شهر ماي أيار المقبل بحيث يتم مراقبة حركتها والتحكم بها عن بعد. وتهدف القواعد الجديدة إلى إنهاء فوضى السكوتر الإلكتروني في فيينا حيث سيتم تقليل عددها إضافة لتخصيص أماكن خاصة لوقوفها. ووفقا لمدينة فيينا يجب على المشغلين تعديل دراجاتهم للتحكم بوقت ومكان وقوفها وسرعتها. ويجب إنشاء مناطق محظورة في تطبيقاتهم التشغيلية حول المستشفيات وفي الأسواق والنقاط الساخنة، كما يجب تتبع الانتهاكات والتحكم فيها في الوقت الفعلي. رصدت شرطة الرقابة المالية في فيينا مخالفات قانونية وصحية في عدد من المخابز في فيينا. وبحسب هويتا تم تفتيش عدة فروع للمخابز وتبين أن بعضا منهم يعملون بشكل غير قانوني في أيام الأحد وغير ملتزمين بالنظافة وقوانين السلامة. وأشارت إلى أن بعض المخابز يتهربون من الضرائب ويعملون بالأسود.
وأعلنت الشرطة أنها صادرت أكثر من 7000 يورو في 3 مخابز تم تفتيشها، كما ألقت القبض على 3 عمال ومصادرة جواز سفر، ومن المقرر اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المخابز الثلاثة. سيتم زيادة تعريفات الهاتف المحمول تلقائيا لمعظم العقود الموقعة مع شركات الاتصالات في النمسا. وحسب غرفة العمل، ستزيد شركات آينز ودراي أسعارهما بين 8.5 و11.5%، وكانت غرفة العمل قد حذرت من هذه الزيادة في الصيف، لأنه إذا تجاوز التضخم حدا معينا يتم تعديل العقود تلقائيا، ووفقا لذلك لا تحتاج تقديم توضيح للمستهلكين. ووفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية، لا يوجد حق في إنهاء العقود إذا كانت الزيادة تستند إلى تعديل مؤشر الأسعار الذي تحدده الدولة. سيتم افتتاح أول مقهى اجتماعي للقطط في فيينا باريستا كاتس في 1 مايو. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بقهوتهم واللعب مع القطط أو احتضانهم أو مشاهدتهم. وقالت مديرة المقهى: أريد إنشاء مكان للاسترخاء وسط القطط اللطيفة، وهو شعور جميل لا يوصف. بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لدعم نوادي القطط، بحيث مع كل مشروب يتم تناوله يتم دعم مؤسسة اجتماعية للحيوانات. فهل تتقبلون فكرة أن تجلسون مع قطة على طاولة واحدة؟ بصراحة أنا شايفاها فكرة جميلة وجديدة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا بثانة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.